لله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته في مهرجان سمحة، في مهرجان التاريخ، في مهرجان الإنجازات، في مهرجان الأحداث التي لا تنسى، التي تسجل في مثل هذا اليوم، مهرجان سمحة التي حظيت وحصلت على سيف أمير البلاد المفدى لدولة قطر الشقيقة. هكذا متابعين الكرام يأتي التكريم، ويأتي هذا اليوم عرفانا لما قدمته سمحة بشعار هجن الرئاسة بلونها الجميل، لتعلن انطلاقة مهرجان سمحة والمجسم الذي ينتظر شوط القعدان. بالنسبة للحقائق، في الفترة المسائية، في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المشرف الذي أتشرف بحضور سيدي سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة، فمرحبا بحضورك أبو حمدان. أتابع مع حضراتكم مقدمة الشوط والمركز الأول. مقدمة الشوط، الحنيش يتقدم، ناصر بن ياسر الجنيبي مع المركز الأول يقدم لنا الحنيش. المركز الثاني، القادم شاهين سعيد بن بطي الشامسي يتقدم مع المركز الثاني، بينما النقلة إلى المركز الثالث القادم في هذه اللحظات، ناصر بن قريع بالرويس العامري يقدم لنا خطير في هذه اللحظات، ناصر بن قريع بالرويس العامري. يا مرحبا يا بالروس، يتقدم ويقدم لنا خطير، الباحث عن المجسم والرنج روفر. المركز الرابع، القادم في هذه اللحظات، يتقدم العملاق، ينطلق العملاق، يتقدم مخيف احمد بن مظفر بن خموشه العامري مع المركز الرابع. المركز الخامس، المتقدم والمنطلق مياس راشد بن محمد بن دحوي العامري. هكذا متابعينا الكرام، النداء للخمس المراكز الاولى، ولكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى المركز الاول، الى الحنيش، الى المجسم، الى الرمز الغالي، الى الرنج روفر. روح يا مالك الحنيش، ناصر بن ياسر الجنيبي مازال المتقدم وينتظر، ونحن ننتظر من يحمل المجسم، مجسم هجن الرئاسة، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. روح يا اللي تبي المجسم، القادمون المنطلقون. المركز الثاني، يتقدم شاهين سعيد بن بدي بن زميزان الشامسي، يتقدم مع المركز الثاني. غير بن هدي، غير بن هدي، وهذا ما يحب الهدوء، هذا ما يحب الهدوء، هو مهدي هذه سواته. روح يا ابن هدي، روح الى الرمز القادم ايضا، والمنطلق خطير، ناصر بن قريع بالروس العامري، يتقدم مع المركز الثالث، ولكن انطلق مع المركز الاول، ذهب الشامسي وسلالة شاهين. الله يا شاهين. سعيد بن هدي بن بطي الشامسي ينطلق بن دميسان في هذا المساء الجميل، مجسم هجن الرئاسة، والسلامات إلى وين؟ في مهرجان سمحة. السلام إلى القلب أولا، لأنها زاخر. تهانينا لك يا الشامسي، وهالي زاخر واسم زاخر يستحق التحية، لكن يد واحدة ما
تصفق يا محلقي. حيوها حيوها، تهانينا لمالك الشاهين على هذا الفوز وانتزاع المجسم المركز الثاني. وصل خطير ملك ناصر بن قريع بالروس العامري المركز الثالث، يحمل رقم 55 الحنيش ناصر بن ياسر الينيبي، ورابع المراكز وصل مع المركز الرابع ملفت سالم بن عامر بن حمود، والمركز الخامس وصل معنا من يحمل رقم 17 مشغل حمود بن سعيد بن حمود العفاري. والتوقيت الزمني لحظة وصول شاهين، وكأن القعدان تقول البلوي من طول الغيبات جاب الغنايم، سجل أول غنيمة التوقيت الزمني الأفضل الذي يتسجل في هذه اللحظات 6 دقائق وثانية وجزء واحد من الثانية 6:01 هو التوقيت الزمني لشوطنا الأول للقعدان. تهانينا لمالك شاهين على هذا الفوز وانتزاع الناموس. سعيد بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي بينما المركز الثاني 6:04 و3 أجزاء من الثانية. توقيت خطير لخطير، تهانينا لناصر بن قريع بالروس العامري. بينما المركز الثالث التوقيت الزمني لحظة وصول الحنيش لناصر بن ياسر الينيبي 6:05 و5 أجزاء من الثانية. إذا تهانينا للجميع والناموس.